ترى شيء عند النجمة. لا لا ما عند النجمة. وين مسكين وراء النجمة. قلت له بس ما سمع كلامي. السلام عليكم، حياكم الله في مقطع جديد. اليوم جايب لكم لعبة ماريو بارتي. احنا والشباب نلعب نتحدى ضد بعض ومع بعض، ما ادري كيف اللعبة جاية. انا عمران الحازمي، جنبي محمد بسيمي وعبد الله الدوسري واحمد المصطفى. كيف بس السيت اب الجديد كذا تشوفونا مع بعض مرتبين احسن من الجلسة يا حجم يا ران. استاذ الكريم مع محمد بسيمي. بالنسبة للموضوع الملف التجاري بس خلاص. طيب خلينا نلعب البورد. يس واو خلصت. هذه رسالة أعطيكم إياها من البداية. لا تعرفون. طيب أنا باوزر حتى في الطرعة أفوز. دايزي، عبد الله بيتش، وأحمد ماريو. ماريو. أوكي ماريو. البنات أول عبد الله. كويس. يبغى أنا آخر واحد. والله مرة بلاها. مين أنت؟ باوزر. باوزر. أوكي. ها وبرضه أضحك عليكم. اسمه دايس السليم. تلعب على السليم. كفو. واحد اثنين إيش عندك؟ أحمر. أحمر. احمر صفر ثلاثة. والله حلو الدايس يا صفر يا اربعة. صفر صفر تقعد مكانك. اوه يلا زين ها. أوه. لا كويس الدايس حقه. اوه وخري شي شوتون بعض لان وقف عليه ينقص عدد. طف القنبلة. اربعة ثلاثة. ايش فين الثلاثة؟ اخضر ازرق ازرق عادي. يلا دائما يلحق في بيتش. واحد ثمانية تسعة بس عنده ماينس ثري. عندي ماينس ثري حبتين حقت القروش. لا يا اخي بوصل النجمة يا اخي. عمران كان يعني مخاطرة تستحق. حتى لو وصلت النجمة ما حستفيد شيء لانه هيقول لي 10 انا ما عندي شيء. شوفوا شوفوا جلد محمد جلد محمد كالعادة دائما لحالي دائما افوز. وين كل واحد مكان؟ شوف العين يطلع لك الخيال محمد. شوف جاك الموت جاك الموت مقال يا عيال لا تتورطوا. اوه محمد متفلت. والله فلت عبد الله. عبد الله بالله عيش عبد الله. تكفى عبد الله عبد الله عيش. روح اخر شيء اخر شيء الزوايا لا تكون قريب منه. روح اخر شيء اخر شيء عندي جدار. خليك دائما عندي جدار لا تقرب. خليك عندي جدار. لحم في الجدار يا عبد الله. لحم في الجدار. ارحش الحق. روح اخر شيء باقي شويه باقي ثلاثه باقي اثنين باقي واحد. يلا يلا يا عيال يلا مع بعض مع بعض. برافو. ما في خلاص عبد الله استحلاها. شكرا عبد الله كنا فيها يا عيال. انا فزنا. انا اثنين اعطاني. لانك انهزمت. غش والله. معك هو هو قد كذا ما انت عارف تجيبه. انا اعطيت قروشي. يبقى عمران. يلا يلا جاي بالطريق انا جاي بالطريق. عمران شغلها شغلها. بفعل ابوها. مين قال لك اني حسيبه؟ والله خوف يجيك عشرة تروح تاخذ النجمه. باخذها والله ما حسيب. انا شوف بختار هذه خاطر خاطر يا عمران خاطر. والله ما فيها والله ما نسثري 50% ترى ممكن. يلعن ام البلاها يا اخي. يا الله جلس هناك انت طول الليل انتظركم. يا الله كلنا ضد بعض. لا 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 كل واحد لحاله. كويس كل واحد لحاله. شافوز عليكم وذم وضمير الحين يطلع. طب ايش الجيم؟ لا تقول لي حق الموزة ذي. ايوه اوه هذه حلوة مرة جيدة. تختار اكثر واحدة فيها حبات فهمت؟ يلا جيبوا جيبوا. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اوكي ضيعتها خلاص. والله ضيعتها. مرة ضيعتها. والله ما والله ضيعتها. ان شاء الله انا ان شاء الله. أدري. لا المركز الثالث انا. كفى عبد الله كفى 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 عبد الله. الحظ ماشي من الكاميرا. تودي يا حيوان مره ثانيه بشويش. خبط يا اخي التجربه كانت اسهل. سوي ايه مع بعض؟ ما بي طبعا هنا حالي طيب المفروض يعطوني نقاط اكثر يا شوى. الحمد لله في عدل هنا. والله يا رب واحد يفجره يا رب واحد يفجره. المشكله الرزق اللي عنده كله مني. هذا كان الفلوس دي كلها. ما قصرت. مضمون. اسمع اللعبه المضمون. مضمون اطلع برا فجر عليه. ماخذ ثلاثه ماخذ. اخ والله نتفت دايزي كذا بيتش. ما عندي عشرة. احسن احسن اخر راك. وانا كذا حزين ساكت. يا الله بياخذ علي النجمه. منو على بالي مبسوط. فوق احسن فوق فوق فوق. ناخذ الحين انت تعرف المشروم زيش بالضبط تسوي.
اه علي والله يعطيك الله جديد على طول. والله يحظك. لا هذا ما كله فيه. يا الله يا تخريب يا الله قاعد يخرب. اشتريها عبد الله اشتريها. بشتريها. والله عنده فلوس. عجبني محمد يقول لك اشتريها يعني في امل انك ما تشتريها. محمد يبغى ياخذها مني بس ما راح اعطيه. يلا جاء المركز الاول عبد الله الحين. يا اخي اللعبه دي غير عادله. صح والله جدا. ليش مو بعادي؟ الفنان فينا ما قدر يشتريها. انا مين الفنان؟ انا من الصبح اللي قاعد العب في الميني جيمز وافوز فيها حلوه. سته. كويس بقى عند النجمه باقي له حبه. النجم باقي له حبه. ما يقدر طالع الفريق. طالع ما يقدر ما يقدر. وقف هنا. اوه باد لاك. واو اديك هذه. ياي سيكوي ياخذ قروشي وداك عند امران. لا ياخذ قروشي. ينتج نجمه ما يبصح. ما ياخذ نجمتي. شوف لا ما يعطيك نجمه ولا شيء. لا ياخذ نجمه منه بس. أوه. او ممكن تغير مكان النجم. ستار موبس يا رب. ستار موبس ممكن تغير. 10 قروش. جيف ذا لاست وان. مين ذا لاست؟ عبد الله. لا الا انت اخر واحد. محمد اخر واحد. يعطيك 10. اي صح انا ما عندي قروش انا. لا محمد الاخير. المركز الرابع باوزر. لا دايزي اخر واحد. ايش عندك يا الله؟ فجر على نفسك. يا الله وش الحظ الخايس. لسه لا تهين. فلت منها. افجر امك. فلت منها. والله اني حطلع بعشرة. بتفجرها صراحه. لاحق خير. فش. مين عبد الله؟ دارك. مين عبد الله؟ اهم شيء ما بتكون حقه الماريو تنس. دروب شوت. عليك اتركني عبد الله انا زيك. يا ولد استهبال خش. كيف نتفني زي كذا على طول؟ يا فوز تكفون. ماريو تعال. تكفو ماريو. خذ روح الماريو. فنان يا احمد. فنان ما يجيبك. ما ترجع. انت رجع. عبد الله طاير معاه نجمه كمان. اهم شيء اخذنا قرشين صدق. يلا بطلع فوق اسرق النجم. اصرف عليك. يلا ان شاء الله الحين 5 حظه خايس عبد الله مو جاي. لا 5 ولا 6 5. شوف اقول لك حظه خايس. قاعد بازر جاي والله بيدفدفكم كلكم. اهم شيء جيب النجمه حولي يا احمد. والله اني توهكت انا قسم بالله. ياي بالحالك ياي. والله لحالك. يلا تستاهل. اتوقع هذه اول مره اخذ نجمه حياتك في بورد في اللعبه. لا كل جمله اخذتها كانت بونس. لا اخذت واحده. شكرا واحده. عندي نفس مكانه. عندي اجلسي. عندي كفو يا قليل الادب. كفو. في الطريق يا حيوانه. في الطريق. مره بعيده يا رب. باد لوك تطيح فيها 10 مرات. 10 مرات نفسه كذا تطيح بس. صفر صفر صفر. عمران عندي مشروم ذهبي يعطيني 5 زيادة. وانت بتنفجر الحين. الله اني بدف العشرة. والله ينقص 3 ولا ما ينقص. والله اني خلاص طفشت قسم بالله. باوزر حسن يدك يخرب بيتك. تسعة. اخير حشرت. واخر انت خلي احمد ينفجر فيها. 5 فين يوديني دقيقة. استنى النجم اللي فوق انا ما اخذها فامشي تحت يمكن تروح له. لا انا عندي فكره. حسبه ما راح تسوي. طيب اشتري البقاله. خله يضيع وقته. اعطيته نصيحه انا يعني. حتى المنافسين اعطيهم نصائح. في خطه ثانيه جاي في الطريق. اتفجر. بفجر. يلا احمد انبسط. لا ما له دخل. هذه بنت خاص فيها. والله حنضرب. والله حنضرب. النجمه. اما في نجمه. لا على حسب. هو ترى شيء عند النجمه. لا ما عداها. وين مسكين وراء النجمة. قلت له بس ما سمع كلامي. والله ما ادري ما تركت لي مسافة. اتوقع. يا يس يس يس. يلا انا لسه في جولة ثانية. لا ازرق مرة. لا ازرق حيفوز. ازرق حيفوز. اوكي ياي فاز الازرق. والله يبغى لها سرعه ذي. يا شيخ لا الاصفر مره سيء. كني بقول ازرق ولا احمر. يس تركتوني للاخير لكن الحق جاني. الازرق شكله الازرق. لا الاحمر ولا الاحمر. الاحمر ايه. يس من الجيمز الجاي انا بطلع منها بنسحب من النساء. تعادل فاينل راوند. والله ما ادري. والله اخترته كذا. والله صعب. شكله الازرق 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 الاخضر. الازرق والله الاصفر. والله مستحيل عمران. يلا بس انا الاول. هو الاول. ايه انا الاول. اسكت. اما الاول انا محمد نفس الشيء. احمد اخذ صفر. انا 14 ما تنفع مره. ما تنفع
تقدر تقدر تسوي رول للدايس. والله هذا ناوي شر. هذه الحاله بتوديني النجمه تعطيني زياده. والله 10 باخذ لفه كامله حول اللعبه. النص هو عنده نجمة واحدة. انت بس نجمة واحدة ولا نجمتين الحين؟ الحين نجمتين عند محمد. لا واحدة 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 بس يعني اولا بلا استهبال يعني صار فيه قلة ادري. شوف انا زين اهبل جالس في النهاية. شيك زعلان انا مرة زعلان. ارجع ارجع عمران بداية اللعبة. هذا يسرق يسرق يا كوينز يا ستار. ستار ب 30 والكوينز ببلاش. عشان كذا انا كنت بروح له. خطتي اني اروح له عشان افشخك. صح ما عندي ما عندي. هذه المصيبة ولا انا عندي بس قلت خليني اروح يمكن القى لك. ثلاثة بس. تاخذ قروش من واحد طيب من خذ من الاول اللي عندك ثلاثه خذ من الاول ليه عشانك الاول طيب كم تاخذ واجب فتره انك بتجيني تاخذ 10 صح اقول عطني وانت ساكت بس جيب مشغله الوحيده ان اخذ نجمه منك محمد يا الله فجاه فجاه فجر فجاه فجاه اصلي عليك ايش يصير لو ينفجر ما ادري يشيل الظهر النص من عندك اه بس العب ناريه يا شباب ليش العب ناريه شوف كيف عصر انت 10 20 هنا الظهر النص يا ساتر اوداني لعبه ثانيه لا لا يرد لا لا مكان ايه نص 50% شيء منه زين دام اني مكاني فوق بس النجمه هي حلاوتها ما تنشال ما تنخاف عليها يمين يمين ايه يا حظك يعني خلاص لك يا حظك المفتري هذا تختار الرقم اللي تبغاه والله ما حسيبكم كذا بس انا كويس انا ابغاه ايوه ابغى هذا ما ابغى هذا مطرقع ترى هذول كمان يلعبون معك في الميني جيمز يساعدوك بعد الميني جيمز ممكن بابا صح لورد باوزر نعم نعم يخرب بيت الدايس حقك والله كويس لا والله بالعكس اربعه ضد بعض كيف نعرف وين في قروش اه يهز الكنترولر حفر حفر يا ليل يا سلام يا ولد جوالي هز وخر يا بنت وين القروش اخر 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 عني واخر يا ديزل اصقعك باللي في يدي والله قاعد اخذ الاركان انا قرش قرش سرعه اي شيء ما في خلصت والله حط والله قليله يا شكرا قليله ما عندي الا خمسه خلصتهم كلهم هذا نحسب لي الظاهر في الكوينز حقي صح كله تاخذ 29 اي 29 اخذت شايف شايف كيف ما يعطيك على المركز ولا شيء كم جمعت هذا هو القصد والله اوكي يعني تحفير يا الله 43 قرش عنده لا لا يضغط واحد بالغلط ليش خمسه؟ قاعد عشان يروح المشروم في مشروم هناك قدامه ما عنده 10 يا الله عنده المفروض يغلون النجوم عمران كل ماله قاعد يبعد عن المركز والله مرة بعيد انت عديت ولا الناس قاعدين يتحاربون على نجمتين خليك لحالك يا لحالك هناك مهزلة احمد ترى السبب الوحيد ان عندك نجمتين انه ما كان عندي فلوس لما وصلت هالمرة الاولى محمد حترجع مكانها الاصلي خلاص ولا اخترت هذا المكان هي تحاول تبعد عن فين تبعد كلهم جنبك يا حيوان غبية مرة ما هي جاية معايا بازل شد حالك ابو عشرة يلا لا تستعجل لا تستعجل في شيء خلت واحد هذا اللي قد الله قدرك عليه يعني حتى ولا ضيعت حتى الان يحقق مخيس يلا الميني جيم افقع وجوهكم فيه جمع جمع قروش عمال اه تيم اوه يا ضد ماريو عندنا راح طالتهم حلو راح طالت ما شد شد عليه يا عبد الله طيب مين مين القائد عمال انا قائد اقول لكم الجهه وتمشون وراي ترى بالقوه اسمع يعني صارخ في اذني اوكي يلا تحت 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 يلا فوق 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 يمين 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 قفل عليه شيل قفل زاوية 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 قفل عليه بعدين مكالمات بعدين فوق 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 تحت 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 فوق لا هذا شيء في نظيف كثير كثير وسخ وسخ كثير جرب زراعة بتراعي يعني قفل عليه قفل عليه قفل عليه والله ما تعدي من باوزر والله ما تعدي والله جنت الرهيب احنا وين احنا ولا احنا احنا اوكي احنا احنا شوف الكيس كيس اكبر يلا يا عيال مع بعض دي سنه 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 اهدى 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 ثبت ثبت انتبه انتبه واحد اثنين ثلاثه ياي فزنا عليك يا طرمبه اعطونا كوكس زياده بعد عشرة حلو اعطوني اثنين الحمد لله والله حلو ذي حق التكنيس لا بس كانت توجيهات القائد رهيبه صراحه كويس 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 اهم شيء انك قفلنا احمد منها كذا بوز جولس يلا باد لك حتنزل ولا اقول لك ايوه انزل انزل عادي عادي
بوصل على ذي توقف على الباد لاك. لا يا شيخ اسكت 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 ترى الاول الاول ذا خليه بيطلع فوق عشان اروح اخذ النجم. باد لاك يمكن بس يقول لك اخذ 10 منك. صدق تطلع منك 10 قوش بس وعندك 25 نجم. والله يا شيخ والله انزل ان شاء الله يشيل منه كل شيء يصفرون ان شاء الله. بعد الجوله الخامسه ترى تضاعف الباد لاك. يلا يا ساحر يلا زبطنا زبطنا. موف ذا ستار موف ذا ستار موف ذا ستار. تكفى 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 تكفى. يس يس خليك ما عاد قال لك تسمع كلامي. ما ضرتني الحمد لله ما نقص شيء. بس بعد بعدها قربتها مني انا. ايه تعال يا يا كلب جاد مره تكره باوزر ذي قد تفقع منه. اوه ايه ايه ايش ابو احمد سلامات يبغى يحرك النجمه. يا ابو يحرك النجمه. صح صح والله كويس بس صعب انه تيجي ترى. انا جبتها بالفن موف ذا ستار موف ذا ستار ما في ولا موجوده. موف ذا ستار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تستاهل تستاهل تخلي منك الحركات الوسطى. ضحكته رهيبه. ني هي 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 يقول استنى شوي خلينا نستنى. طب نسمع كلام عبد الله. 10 هذيك مره انقبلت عليها. مدين لك حياتي. شوف والله انا نفع كلامه يا زفت. اعطيني شيء كويس بخشمك الطويل ذا. فين عبد الله؟ عبد الله وينك عبد الله؟ فوق وينك؟ جايك. اوه تسبق يا عمران تسبق. اوه ان شاء الله. لا في البقاله كمان بشتري من عنده خمسه. طيران عند الذهبيه طيران. انا مخليها. شكلي انا اوه ليش كلنا ضد؟ انا الاول ما عمره جيت اقول لكم ضدي ترى. انا الاول هو الاول. انا يسار يلا. سريعين اهجد شوي. صح عليكم شباب. يلا 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 خلصنا. يلا 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 باقي شوي. يلا باقي اخر واحد صدقوا. فزنا. يس يس. هي 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 مع بعض مع بعض. استنى استنى استنى. يلا يلا مع على وجه عبد الله. على وجه عبد الله. واحد اثنين ثلاث. ياي انا قلت على وجه عبد الله على وجهك. اخر بلوك اخر بلوك. ايه عسى مره. يا الله ليش القروش ما جاتني. والله 63 تحتاجها القروش تحتاجها. ها والله زبطوك والله زبطوك. شوف والله تعب 6 ولا استراتيجي ولا حاجه بستخدم الدايس حقي. يا الله يا الغشامه احمد غشيم. ما تستخدم الدايس ايش بك. خلنا نلعب هارد هارد مود. والله كنت ناوي ان افك العشرة وفك الخمسة اوصل له. ما عليك ما تسرقها تسرقها. اربعة وخمسة تسعة وصل مو عداها. ان شاء الله ما عنده نقاط ولا عنده. يا الله عنده يلا يلا اسرق اسرق يا عبد الله. عندك ثلاث نجمات. لا اسمع اسمع عنده على الفكرة الميني جيم يعني بياخذ ستار على الميني جيمز اللي فازها. يا الله اوه صح او البونس هذاك. طب ان شاء الله يكون واحد واحد ايش اسمه يا شباب يفصل السلك. يفصل السلك والله هو مره مرتاح دحين. دحين حيسرق نجمه دحين. وسع انزل حيبعد الفارق المره دحين. هدد هدد عبد الله قول له ايوه يا ولد احمد عنده في الحين. ان شاء الله دحين تاخذ واحده زياده. وش دخل طيب احمد احس الحين مضمون. انا ما يندرى عني شيء. لا انت انت تدور على المركز الثاني اللي يهددك اللي يهدد الصداره. احمد ايش بك هدد الصداره انت ولا تعال سرقه من عندي. شو شو خليك ذكي يا عبد الله. عمران انت خليك يلا يلا انا اقول لك انك اللي يهددك بالصداره هو اللي تاخذ منه النجمه. معروفه دائما احمد بس هذا ضعيف دائما. محمد ما يهددك. انا ما عندي كوينز ما عندي ميني جيمز. محمد دائما هو اللي ممكن يفوز في اخر جيم. متفقين انه صح ممكن يفوز في اخر جيم ويجيب نجمه ويعديك. صح صح هيا خلي بس شوف هيا خلي قول لي قول لي علمني ميني جيمز. ايوه ما في تقريبا ولا ميني جيم بس وما عندي كوينز بس ما عندي فلوس ما عندي كوينز وما عندي والله يا نجمة دي اسمها ترى ما ما شيء سهل. ما عندي البونس بدك تشتري للنجمة. عبد الله انا اشوف بعطيك وعدي اني اذا جتني اذا جاني هذا اللي يسرق ما راح اسرق منك خلال الترف العشرة راح ذاك جاي. والله واضحه يا عبد الله والله واضح عشان احمد عبد الله اتذكر في رمضان دائما هو يتمسكن كذا يجي له حد مصاحي ترى هذه لعبه ما فيها ذكريات يا عبد الله. اوبا لعبه هذه والله يوم من الايام فزع لي كذا قمت اطالع فيه حسيت كذا لا تدخلوا حياتكم الشخصيه باللعبه. لا 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 اللعبه فيها سالفه فيها كذا عقد العمل حقه هناك على المكتب. خير احمد انا اسف. عبد الله بين عيش وملح عيش ورومانسيه وكل شيء. عبد الله اسمع غمض عينك ولف يسار كذا يلا لازم اجيب زوجتي من الدوام. خلاص يلا 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 يلا
ضعف عبد الله ضعف مسكين انا اللي وقع بدال اروح اقول طلع الورقه وقع مران اجد راعد عليك والله ما عليك بس هذا استراتيجيه يا احمد عبد الله صداقتنا انتهت واو احمد خير خربنا بس صداقه يا احمد والله من جد يا اخي فرقنا من المسلمين يا اخي المفروض صراحه يختارني ما ادري ليش اختار احمد شو دحين ما حد يهدد ولا مقرب منك احد بس عبيد واضح ان صداقتكم هشه يا احمد جدا اي افشخ افشخ يلا شد حيلك عم شد حيلك والله والله ترى ما يستاهل والله قيل ادب كذا يسوي في اصحابه خير عمر المشكله ما عندك نجمه واحد عشان كذا قاعد اخرب بينكم فوق فوق ايه ايش فوق يعني اضمن لك فوق اتوقع فوق وراك نجمه احمد تحتاج ما عنده قروش توقف مع بيتش ترى توقف جنب بيتش ليه يا اخي عنده استراتيجية مختلفة يا بيبي اسرق اسرق من عبد الله انتقم انا مش عارف ادور لهذا الشيء اصلا انا بقول وين يبيعونه ذيك البقالة خايسة اللي فوق انا مريت من عنده بشتريت شيء ولا لا ما مريت من عنده ولا رموني هنا على طول يا الله انا مرة ماني متضرر يا ساتر خذ ال 20 كله لا اخذ قيمة النجمة يا الله والله المره ما بعرف يا شيخ شو المهزله ذي شو المهزله زين كوين حق النجمه حق النجمه اروح للعشره والله صدقت خمس مجموعات ما شاء الله لا زالت في خطر جيب شيء كويس افقع وجهك انت انا اسف ليه ما استخدمت البلوك انت التهديد الوحيد في اللعبه لا البلوك اعتبره كذا يا اخي يعني شيء كويس لك يعني هذول ما اشوفهم ولا حاجه حرفيا اقنعتني عبد الله والله ناوي شر انا في شيء بسويه بس انا عارف ايش هو بالضبط قربت سبيشال ايفنت تفجر اللي جوا ولا يعكس طريق عكسيه يعكس يعكس يخليه يزيد دائري ولا ايش صار بالضبط ما فهمت ميني جيم الحين ما عليك شيء مش مهم ما فيني حيل اربع ضد بعض يا عيال اوكي كلنا مع بعض بنكون لا كل واحد الحالة زي قبل شوي المفروض لا بس اذا صح هكون خسران صح؟ ايه حيعضك ما ادري ما لعبته بشوش عليه يا اخي حن عليه اوكي احمد بيصحيك بيصحيك تصحيك بيصحي يا احمد عصب 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 انا باوزر اللورد حقك اللورد ايه ايه زي روشن روليت كويس يعني ممكن يصحى في اي لحظه فمثلا الدور الجاي كل واحد مثلا يسوي له عضك 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 فك عيونه اي ورا طر 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 عبد الله ورا ترى خلاص صح يا ايه 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 حد زياده خلاص احمد قاعد العب بالنار قمض فوزر الله اطلع للمضمون ايوه اصحى علي اصحى عصب انا هذا الثالث يا الله الثالث انا الاول مكرر فيه عمو جير ورانا انا جيكم تسوي ياي ترى دعين انتو لحالهم لا لا عمو الله مره انا زبال والله مره سيء عمران شوف الجانب المشرق عندك اي جانب مشرق يا رجال والله ما في اي جانب روح لها خلاص يا رجال يصير بينك وبينها واحد بس واحد مضمونه ذي اخذتها مضمونه ايش فيك ايش فيك ايش فيك هذا خير تونا انتبه احمد تنتبه من ايش السوق تحت السوق اي تحت السوق انا رحت اخذت لي بايب ما في وقت خلاص تسعة ما يمدي كان يمديني يمدي 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 خلاص اتصي عليه عمران لا لا عاد تتكلم اسكت ما يمديك توصل السوق مستحيل حتطب الدور الجاي حتطب الاحمر بعدين التسعة حتجرب تروح تشتري بايب 10 ما يمديك تستخدمه خلاص انتهت الجيم لا لا في نفس الدورة لا 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 كنت واقف على الاحمر ما ادري ما ادري والله كنت واقف على الاحمر ما يمديك مستحيل لا لا اوكي يلا خيره كفو احمد كفو كفو حق رجع شوي كان لازم ينوزن في الجيم يا اخي شفت عم مرتبه 3 2 1 0
شايف كيف؟ شفت لو انك سارقة مني يا عيال بسرعة بقول لك من الحين تبغى انا اسرق لك داي النجم من مين؟ وات؟ اي صح يمدي يسرق قولوا لي طبعا من عبد الله عشان صار في تكافؤ انا اشوف من محمد ليش انا ايش دخلني انا يعني مو عبد الله عشان تعرف الفرق بيني وبينك يا محمد مو عبد الله الاول انا الاول بس ايش تستفيد سرقت اخر بازر بسرقه من اللي يعجبه سرقها بازر سرقها محمد مو مؤثر علي ولا ابدا والله اخذت يمكن اصير الثالث اي لو اخذتها من المركز الثالث هو هذا الثالث مضمون ايش الهدف من المركز الثالث يعني ابفهم الرابع صح انت ايش بك سلامان اول ما تاخذها بتصير الثالث عمران عمران مين جاب لك هيزلنت احمد عمران انت عندك 20 الحين تصرف كم 30 ايوه بعطيك قروش انا عادي بعطيك صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي وين كرامتك عمران عمران لا تخليه انا ما راح انزل الرابع مستحيل انزل الرابع انا كذا عمران لا تصير جبان فاذا اخذت نجمه محمد حتبقى الاول انت لسه بس عندك فرصه والله الامور طيب اي والله زين ضمن نفسه احمد احمد وخرنا عنه ماريو عليه الكرت يا ترى ايش عندكم الكرت هناك بس ايش بساعدك جوالي والله ايفون اكس ايش عندك بسرعه اخلص عبد الله ما عندك شيء فقر مبارك عبد الله ما عندك شيء احمد انا قصدي عمران صلى على النبي صلى على النبي ما في شيء اعطوني العاج ولاد خلاص صلى على النبي لا لازم راح ما كان احمد علي خلي في تنافس بيني وبين احمد هات النجمه هاتها جيبها داسه في ظهرك هات وتعاقل كذا يا ها ها خيرة انا عيال يعطوني جوال وبطاقة جهاز لسه تقول عمره وصولي على خير ما معي حاجة فلوس عندك فلوس تتغير النفوس ما فيها ذي وي انا لسه الاخير ايش قاعدين نقول لك من الصبح عمران انت الاخير بس الاخير بشرف لا الحين صار في تنافس بين عبد الله وفي ميني جيم لسه بيتش ضدي يا زينة تعالي 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 يا ايش تعالي شوف تعالي ايش اضغط لحظه ايه ايش ماش هذا الزر اضغط ورا ضغطته ما صار لي شيء ورا بعض ورا بعض ماش ورا بعض غريبه كيف فاز عليهم تا 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 تعالي وجه الفقر وين بلغش ايش قاعد يسوي ذا قاعد يمسح كانه ما برا ما ادري مساحه كيف هزمتني معي اثنين انا اقول لك هزمني ما ادري ايش كنت اسوي ترى ماريو وينر ليه ما في الا فايز واحد لا اثنين فازوا انا وباوزر انا وانت انا المركز الثاني لاني انهزمت منك كويس نعمة نعمة الحمد لله سنة لسه ما حددت محمد لسه والله استهبال ذا تستاهل والله الناس بتخربها والله في فرصه من نجمه وين سبعة نجمه بعيده سبعه بعيدة 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 سبع ما أتوقع بعيدة يا عم مستحيل يجيبها مستحيل مع السلق اللي قد يمشون وراه والله يجيبها شوف الحين كل واحد يعطيه اثنين كفو أربعة يلا شوف لو أعطيني واحد جنتين أخي وش النصب ذا يا عمي كنت مفروض أسرقك أنت النجمة وين النجمة وين ما حد نتكلم ما فين النجمة أنا ما كان بعيد عن كل النقاط حقتها ان شاء الله نقول ان شاء الله والله فقعد لعبت عليكم كلكم مشكلة انك محلك ما تغيرت ثالث الثالث بس بشرف والله بتروح الزاوية على اليسار متوعدك انت يا كلبة جت لك يا عمران ابا عمران جت لك يا عمران بعيدة وين الموقع بعيدة عني وينك انت مرة بعيدة خلاص بعيدة انا داخل الدائرة مع احمد فوق خلي النجمة عندك خلي جاي بوز اوه كوينز لعبه أوه كوينز هذه يا الله نفسها ايه نفسها يلا يا ساتر يا يا لهدو انا ما عندي 20 اعطيك اصلا خلاص اخر دور حرفيا ما تحتاجون قروشكم لا اقوى هزه ايش نظر ايش نظر اضغط ايه بس في اقوى هزه اخيرا الواحد يقدر برضه الاخير خذ قروشنا ابو نجمه لا هذه انا كذا انتهى دوري رسميا خلاص باقي احمد 8 للنجمه استهبال لا يا احمد ما يمديه اوه كم باقي 9 ولا 6 لا بعيده 8 8 ان شاء الله ما يقدر
ما يقدر ما يقدر ما يقدر. أنا قال أنا أبغى أحمد بلا استهبال يا أخي، أنا أحتاج أكثر واحد. تستاهل. وش جال وش؟ أيوة بس إيش أختار الدايس غالبا هذا. لا أختار أول حاجة أختار لك آيتم. خلي 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 اختار آيتم عمره، أنا ساعدك ما عليك. خذ ال. جابها جابها. لسه باقي دقيقة استنى. خلاص جبتها بالراحة. بس ما يمدينا اختار. لا لازم يجيب خمسة على الأقل. تسعة. لا. خمسة طيب بعدين. لا لازم أربعة الحين يجيب. تسعة عشان نجمة. طيب. هي لازم يجيب أربعة الحين. يجيب أربعة لازم. طيب. أربعة أحتاج. وش الدايس الثاني اللي عندك؟ عادية عندي حق باوزر ذي الخطيرة. ما أحتاجها يمكن هذا أفضل شيء. يلا يلا هذا إيه نفس الشيء. هذا عندك فرصة 50%. حتى هذه 50%. كلهم 50% إيه. يلا يلا. يلا عمران. أحمد على أعصابه. كلها 50%. صح عمران يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله تجيب 50%. بس اضغط لك اضغط لك. لا لا اضغط 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 اضغط. يس 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 اخيرا اخيرا. تعال تعال دعش حتى اجيب اثنين منا لو ابغى. دي استنى ويفن دي استنى استنى وراك وراك لا تضيع لا تضيع وراك. تحت تحت رينا علامة النجمة. عندي فلوس اهم شيء. انقلع ما حد يبغى منك شيء انت انقلع. يا جبت نجمة اخيرا اخيرا والله الحظ يلعب معايا في اخر الدنيا. عمران بتصير الثالث يا عمران مبروك. ياخ بتصير الثالث اخيرا اول مره اطلع من المركز الرابع. اول مره. بس عندي لك مفاجاه. ها وش هي؟ الحين بتشوف لسه الجيم اللي بعده ترى باقي باقي الجيم اللي بعده. اما الاول جبت والله ما صار خالص لسه متعمل بالثالث. ريمونتادا هذه عمران. اوه هذه عوده قويه. الثاني انا الاول صرت وات احمد الاول. شفت احمد سرقت النجمه منك كانت لمصلحتك. تعالوا ضدي لو فيكم خير تعالوا ضدي. يلا بسم الله عمران امازون. شباب هذه خطتنا لعبتنا يا شباب. هذه ديتشل نقدر نناول بعض الباكجز. اي نقدر نناول بعض. انا برقى يسار روح ارقى يمين. حقتي واخر انت يا عنان. من أخذ منك. لا لا افتح يلا البيبان مقفلة ليش؟ يلا شباب اي شيء حرفيا ما مسكت ولا باكيج انا ولا انا. والله شكلها هوز اكيد يا راح لا العب زي كذا بشوي شفتوا. ها يا شباب هو ستة يلا سبعة بالاصح. شيلوا شيلوا هم اثنين يا شباب ما يقدر. هذا اثنين واخر من قدام. واخر يا مايو واخر. والله اني قد العب فيكم لعب. كم انتوا وصلتوا ستة؟ يمدي يمدي يا شباب يمدي. شدوا حيلكم بس. والله مرة خذوا من الادوار النازلة. في هذا ثنتين في ثنتين. روح احمد روح. ما يمدي. يس يس يس. تعال يا النجمة اللي صاحب النجوم العالية. والله بس الله يستر من البونس. يجيك واحد يقول لك نعطي البونس الأكثر واحد ألاي. ميني جيم بونس عبد الله ان شاء الله لو الاخير ولا عبد الله عبد الله ان شاء الله انا ليه هو اي شيء اول واكثر واحد خذ فيرست بليس مو انا اتوقع عبد الله عبد الله عبد الله يس والله يخرب انا اكثر واحد ترافل ذا موست سبيسز. لا مو انا مستحيل عبد الله انا مره ما مشي مش انا مش انا مره مو انا اللي والله انا يس متعدلين الحين تعطوني النجمه اخيره انا ادعس انا ادعس ايش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا 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 تعال عندك عندك الجروش اكثر مني. اي الجروش اكثر. عبد الله عبد الله عبد الله تستاهل. هذا شايف انه فزت. شغل مخك لو سبت احمد وما سرقت منه كان فاز عليك. هذا كله عشان نصايحنا انا وعمران ولا انت ما تكفو فوز. انا مركز الثالث الرابع صرت مركز الرابع يا احمد. كويس واحد كويس. هذه لعبه ماريو بارتي. ان شاء الله عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه والكومنت اذا ودكم تشوفون جزء ثاني. كومنت اذا ودكم تشوفون جزء ثاني لانه في لبس كثيره في اللعبه في مره كثيره. تفضل اخي محمد خلاص. قلت خلاص اوكي يلا نشوفكم على خير مع السلامه. ياي